جلد واصل له شو الحكي على الميتة بتخدم لها شي 10 سنين هي. يا شو حلو هالمشاية لي. يلا صيبيها بالعين، صيبيها بالعين العمى بعيونك العمى. شو مالك شايفة صرامي بحياتك؟ بلا يا ابي شايفة صرامي، بس ولا مرة شفتك جايب صرماية جديدة مثل هاي. الله يجيرنا من عينك يا ابي. شو قديش صار لك مشتري مشايتك العتيقة؟ ما صار لك ابي، ما صار لزمان. هي اشتريتها من المختار سنة اللي اجا ملك المانيا على الشام. شو كان عمرك وقتها؟ شي شهرين ثلاثة بس. ليش المختار ببيع مشايات؟ لك ابي انت شو بدك بهالشغله؟ يا ابي اوهو حسبي الله ونعم الوكيل. ولك ابي خلاص العمى. الله يخليك يا ابي، جيب لي مشاية جديدة. والله مشايتي احترت، عم البس مشاية نجيبة اللي صغرت على رجلها وما عم اعرف امشي فيها قد ما لكبيرة رجلي. مشي حالك لك ابي فيها. لا مشي حالك، هون للعيد بوصيلك ابو محمد سكافي على شي مشاية مقلنيت مشي حالك فيها. بعدين ليش بدك تكبي مشاية نجيبة؟ مو حق مصاري لك ابي، لك ابي مو حق مصاري. بس يا ابي نحن ما دفعنا حقها، هي فهمية بنت ابو شاهر عطتها لنجيبة اول عم نول. خلصي ليه؟ خلصي بقى كتر تلعي. قال بنت ابو شاهر قال شو عولي على السمعة. ها يخرب بيتكم ما بتسمعوا طلبات. اخ حسرتي عليكم يا امي، شو بده يصير فيكم بعد ما اموت؟ الله لا يوفقك، حارمهم من كل شيء. بحياتك ما فرحت قلبهم بغلط، كله شحادة بشحادة. اخ حتى لقمة الاكل ما لنا شبعانينا. جمع بهالمصاري وبهالذهب مشان بكره يحطوا لك اياهم بشيوب الكفن. ابو نجيب شبكي؟ خلي هالبنات يطالعوا لهم شويه قورمة يساوون على بندورتين، والله ما عم يقدروا يوقفوا على رجليهم من قله الاكل. يا حسرتي عليهم. ولك يا حرمي خافي ربك. ولك خلي القورمات للشتويه. لك ايه مالنا عم ندوقهم لا بالصيفيه ولا بالشتويه، وكل ما حدا ذبح ذبيحة أو ضحى ضحية بيبعت لنا شوية لحمة، وأنت بتحطهم بهالجرة وبتسكر عليهم وبيخربوا وبيدودوا وآخر الشي بتكبون. شوي صغيرة ها، شوي صغيرة لا يكتروا. والله خوينا تهترى أحسن شيء بعطيه لأبو محمد سكافي، هي على الميتة بيطلع حقها شي نص مجيدي. خليته قال على شي سرماية مقلنة وبيعوا إياها. والله ما بسها ألبسها، والله ما بسها. السلام عليكم. أهلين أبو نجيب. أحلى أبو ياسين والله. يا ساتر يا رب. السلام عليكم. مرحبا فخرية. أهلين أبو نجيب. شو سيد راسي ولا صاحبك؟ كمان مسكر كمان حاطط العصاية ولي علينا. مو هون شو بدك منه؟ لك شو بدي منه؟ مشان الصرماية سيد راسي. مشان الصرماية المقلنة. إيه نعم سيد راسي، مشان الصرماية المقلنة. وينه؟ ما بعرف وينه، ما بعرف إمتى بده يرجع. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب شو على هي بعدين يعني؟ مرحبا عمي ابو فخري. اهلين ديبو. بيسلم عليك المختار، بيقول لك انه بعد العشاء رح يروح هو واهل الحاره لعند ابو عبده ليبارك له بمشيخة الكار، والتجمع بعد صلاه العشاء عند المختار المضافي بقى مشان تجي على المباركه. ايه شو عليه؟ وجب قل له وجب. مباركه؟ ايه عمي ابو نجيب مباركه. وفيها شيء عمي ديبو؟ يعني ولا على الناشي ما فيها لحظه اصبع يعني؟ شو عمي ابو نجيب؟ معقول على الناشي؟ في مدلوقة وفي كنافة واللي منه إيه رح تاكل أصابعك أكل. أفخري لازم نروح سيد راسي، لازم نروح. شو الحكي؟ واجب شو الحكي؟ لازم نعمل واجب ولو يا ديبو. لك الله يصلحك لك ديبو، ليش قلت له من هلا؟ شو تفضلتوا سيد راسي؟ شوف كيف ريالته عم تشط من هلا. ايه تشط سيدي، شو دخلك انت؟ نحن عم ناكل على حسابك. السلام عليكم. وعليكم السلام. لك الله يبشرك بالخير الهي، لك الله يعطيك ايش بدك ديبو، الله لا يحرمنا منا. ان شاء الله معافى باذن الله. لك اهلين وسهلين. يا الله شو بصفوان طمني. والله الزلمه تعبان وما بينترك لحاله.
لك لا شو اتركه لحاله وانا لحضر عنده. لك روح الله يجزيك الخير، والله ما في منك ابو محمد، روح ربي يوفقك. الله يسلمك. السلام عليكم. مع السلامة. يا الله. الله معك يا صفوان. كتر خيرك يا محمد، الله يعطيك الف عافية. والله يا الدنيا عم تفاتها. قوم قوموا يا اخي، قوموا على شغلك، خلص انا صرت احسن، قوموا. خلصنا برضا، انت ما عليك مني، انا حابب ضل عند المنك هون. يلا تجلس خلينا نتغدى سوا، ام محمد بعثت لك معي غدا. قوم قوم. الله مالي نفس لاكل ولا اشرب، الله وكيلك، الله يجبرك كتر خيرك. معلش عفيني عفيني، الله يوفقك. لا يا ابو رضا، شو يعني شفتي بتسد النفس؟ الله يسامحك يا محمد، والله مو قصدي. لا والله لك بعرف بعرف عم امزح معك. يلا يلا. عمره وبيانة البندورة للمونة يا بصل. الله حيوب يا سيد. ميت اهلينا بفخري. شو جا؟ اعتمدت نروح نشق على ابو رضا، لان ابو صفوان عم يقلي انه الزلمه تعبان كثير. اي والله واجب واجب، بس شوفت عينك يعني الولد اللي عندي ما اجى اليوم، ما في حدا يقعد غيري بالمحل. بعدين الدنيا شوف، ما بقدر اترك اللحمه لبكره بتخم. ايه لك قام روح انا وابو ياسين. ايه لك لعيونك، وهي مجهز حالي انا. دير بالك ياسين الله يرضى عليك، رايح شق على عمك ابو رضا وراجع بسرعه. طولك طولك طولك، خذوا له قطعة اللحمة معكم الله يخليكم. بس عجل لك شوي، لأني بدي لحق اجتماع الأدوات، من بعد ما أرجع من عند أبو رضا. إي خلص لكي وحدي، يلا ما بعرف. وبدي روب جديد ومشاية جديدة كمان يا أبي. أوف أوف، وليش كل هالقد بقى؟ يوه مشان عرس بنت خالتي يا أبي. بدك يعني البس اواعي عتيقه والناس تجيب معدلي وتقول عليا بنت شيخ الكار لابسه اواعي عتيقه؟ اي ما برضاها يا ابي. مو عيب عليا خانم تلبس اواعي عتيقه. خلاص انا رح اجيب لك كل طلباتك، بس ما حدا يجيب معدلك يا عليا خانم. انت وانا يا ابي ولا نسيتني اصلا؟ الدلال كله لعليا خانم مو هيك؟ ايه مو تكرم عيني. ايه عمي انا هون كمان، بعدين ما تنسى محجوب الصغير. يو شبنا الكل عم يطلب ويتطلب، وانا وين رحت ابو عبدو؟ مو تكرم عينك يا ام عبدو، بكره انزلوا على الحميديه شوفوا شو ناقصكم اشتروا. روح الهي يرزقك وديمك فوق راسنا قادر يا كريم. يلا يلا تعا يا مو تعا تقبرني تعا. يعطيك العافية يا أبي. أهلين حبيبي أهلين، الله يرضى عليك. شلونك يا الله يرضى عليك إلهي يا رب. بيسلم عليك أبو لطفي جوز عمتي. إيه؟ وبيقول لك جهز القطايف والكنافة، لأنه اليوم بعد صلاة العشاء جاي المختار وكبارية الحارة مشان يباركوا لك بمشيخة الكار. أها. أبو لطفي يروح قلبه القطايف والكنافة. إيه مو تكرم عينه. لكن يا أبي الله يرضى عليك، روح اخطف حالك وجيب لك شوية قطايف وكنافة وعجل لك شوية، مشان أمك تلحق تساويهم يعني. إيه تقبرني، ولا تنسى جيب لي قشطة وجوز. لا 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 بكفي بكفي. مش هلا على المي والملح بتوجع شوي، بس بكره مثل هلا ان شاء الله بيكون تمام. حطيت له من هذا الدواء، هذا الدواء ما بحطه لمين ما كان ولا بلتقى وين ما كان. الله يعطيك العافيه يا ابو صفوان، الله يخلي لنا اياك يا حق. ان شاء الله معافى. الهي عافي قلبك ويجبر بخاطرك. ان شاء الله الف مبروك يا ابو عبدو. الله يبارك فيك. والله ان شاء الله الف مبروك. يا ابو شومان احكي لنا قصه خناقتك مع تحسين. والله يا مختار وانا رايح على المعصره شفت تحسين ماسك نصري ونازل فيه ضرب، وما حدا عم يقدر يفكه من بين ايديه. ايه